وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع مع زيادة مخزونها لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت. كذلك وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية. تواصل محافظة بني سويف الاحتفال بعيدها القومي الذي يوافق 15 من شهر مارس، ونظمت المحافظات احتفالية أطلقت خلالها الألعاب النارية بممشى النيل السياحي بمنطقة كورنيش النيل، كما تتضمن الاحتفالات افتتاح الكورنيش السفلي والممشى السياحي. وأجرى وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف جولة بالمحافظة لتفقد المشروعات الجديدة المقرر افتتاحها، هذا وستختتم فعاليات اليوم الرسمي بإقامة حفل فني يحييه كورال دار الأوبرا المصرية بجانب بعض الفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها تباعا على مدار اليوم. انطلقت في محافظة سوهاج فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية وتنظيم وزارة الداخلية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد في مختلف محافظات الجمهورية، حيث أطلقت المرحلة 22 من المبادرة لمدة 30 يوماً لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن. الأسعار حلوة خالص خالص وتغيرت جداً يعني، وفعلاً كل حاجة متوفرة، ربنا يبارك فيه صراحة يعني، ويشكر الرئيس وإحنا بنحبوه جدا ونطلوه نبوسه على رأسه. طبعا موجود كل حاجة بسعر أفضل من الخارج برة طبعا، وأفضل من المحلات اللي برة ومن التجار اللي برة طبعا. الحمد لله رب العالمين كل حاجة موجودة تمام بسعر أحسن من برة بكتير. لا الحاجة كويسة خالص ومتشكرين لكم وكتر خيركم يعني، وحاجة والله أسعار جميلة صح يعني، مش كدب أسعار كويسة، ربنا يبارك لكم. إحنا كل حاجة عندنا طازة كل يوم 24 ساعة، تيجي الحاجة تاني يوم تيجي الحاجة التانية الطازة، كل المنتجات كلها المستورد والمصري وكل السلع كل الخضروات والفواكه موجودة كل يوم طازة وبسعر أقل من برا. لطالما تحرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وهو ما يتجلى في مبادرة كلنا واحد التي تتبناها وزارة الداخلية وتسعى من خلالها لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.